هنبتدي التجهيزات ان شاء الله يوم 21/4 على يعني محورين. المحور الاول هنبتدي في معرض سوبر ماركت اهل رمضان، وده هيقعد 4 ايام في قاعة المؤتمرات. بعدها على طول احنا بنعمل مع المحافظة يعني عدة اماكن لسه ما اخترناهاش، بس هنختارها في يعني الاماكن المناسبة ليها ان شاء الله. ودي هتكون يعني في السلام، في المرج، في حلوان، منشية ناصر. هنعمل يعني اسواق كبيرة هنعرض فيها جميع ما يخص مستلزمات الأسرة في رمضان، وإحنا بنعملها من المنتج مباشرة أو المستورد مباشرة لتقليل حلقات التداول والوصول بالأسعار يعني لشكل مناسب جدا للأسرة بإذن الله. نسبة التخفيضات هتبقى بنسبة كام؟ انا ما اقدرش اقول لك نسبه التخفيض هتكون كام، لكن اقدر اعد المواطن بانه يعني هيكون السعر فارق عن بره بشكل كبير، لان زي ما قلت لك احنا بنقلل حلقات التداول. على الاقل في حلقتين ثلاثه هيقللوا يعني، وخدنا وعد من المستوردين والمنتجين بانه هامش الربح هيكون يعني معقول جدا بالنسبه للعارضين ان شاء الله. هيكون في استقرار هامش الربح، هيكون يعني مش هينزل شويه ولا هيكون مستقر؟ لا هينزل طبعا هامش الربح، يعني هم هيدعموا معانا الموضوع، لانه زي ما انت عارف انه الاسعار في الحقيقه في الفتره اللي فاتت عليت جدا، وبقى في يعني مشكله بالنسبه للاسره المصريه. فاحنا اللي بنعمله ده في الحقيقه عشان نقلل يعني التكلفه او الفاتوره بتاعت رمضان ان شاء الله، وانا اعتقد انها هتقل بنسبه كبيره باذن الله.